السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بتلاميذ المستوى الرابع. هذا الفرض مقترح يعني الفروض، لأن غنعرفوا بأن الأسبوع السابع هو الأسبوع الذي حدد لإنجاز الفروض أو المراقبة المستمرة. للأمانة هذا الفرض لقيته موجود يعني في جوجل، يعني في الانترنت. فاش طلعت عليه لقيت فيه كل درس، يعني سؤال في كل درس شامل مفيد سهل في المستوى لجميع التلاميذ، يعني يراعي الفوارق. لذلك ارتأيت انني قمت به ولا وجهت الكلام ديالي وقلت علاش ما نقترحوش على اساتذه وميم طون على التلاميذ، لانني غادي نعطي حتى الحل ديالهم. اذا غادي نبداو بالاول، اعطي التمرين الاول، اعطي تعريفا واضحا لمرض كوفيد 19. هذا الدرس بالضبط كيهم، او هذا السؤال كيهم الدرس الاول اللي درنا فيه تعريف كوفيد 19، وقلنا مرض كوفيد 19 هو مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه فيروس كورونا المستجد. بالنسبة لي التلميذ يكتب هذه المسائل فقط فإجابته شاملة وواضحة. إذا غادي يكتب مرض كوفيد 19 مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه فيروس كورونا المستجد. هذا سؤال يهم الدرس الأول. هناك كذلك سؤال آخر في نفس السياق أعطونا: أصنف كل من الأعراض والعلامات مرض كوفيد 19 التالية في الجدول أسفل. أعطينا الأعراض وأعطينا العلامات، يعني التلميذ ما كيجبهمش راسو. هذو هما الصراحة الطريقة الصحيحة والسليمة للفروض. ماشي تبقى تعطي سؤال ويكتب لك الملخص كاملا، يعني يحاول يصنف يسلبي خط هكذا باش يكون في متناول الجميع. بالنسبة للبارامي الأساتذة اللي غادي يقترحوا، أنا نقدت الفرض كامل على 20، وبالتالي في هذا السؤال الأول عطيت عليه جوج نقاط اللي كسبوا صحيح. بالنسبه لهنا شنو هما الاعراض وشنو هما العلامات؟ الاعراض يعني العلامات هي اللي تظهر على الانسان، يعني التي تثبت وتؤكد اصابته بالمرض. اذا غادي نبداو الم الراس من العلامات. الم الراس من علامات كوفيد 19 او مرض كوفيد 19 اسمه سعال جاف. بالنسبة للسعال الجاف من الأعراض، ثم ألم الحنجرة من العلامات، عطس من الأعراض، إرهاق من الأعراض، إسهال من العلامات، ارتفاع درجة الحرارة من الأعراض، فقدان الشم والذوق هنا، ثم بالنسبة للتمرين الثاني. التمرين الثاني أضع علامة في الخانة المناسبة، يعني غادي نقرأ العبارة ونشوف واش صحيح أم خطأ. إذا غادي نحاول نقرأ: تتم عدوى بفيروس كورونا المستجد عن طريق تطاير الرداد أثناء السعال أو العطس. يعني هنا غادي يشوف التلميذ واش صحيح أم خطأ. ثم يستقر فيروس كورونا المستجد بعد العطس والسعال على الأسطح والأدوات. ثم العبارة الثالثة: تتم عدوى شخص سليم بفيروس كورونا المستجد عندما يلامس الأدوات أو الأسطح المعقمة. تمتد حضانة الجسم لفيروس كورونا من يومين إلى 24 يوما. إذا هانتوما طلعتو رفقة ديالي للتمرين. الآن غندوزو للتصحيح: تتم عدوى بفيروس كورونا المستجد عن طريق تطاير الرداد أثناء السعال أو العطس. نعم صحيح.
يستقر فيروس كورونا المستجد بعد العطس والسعال على الأسطح والأدوات، صحيح؟ وهذا الشيء سبقنا وطرقنا ليه في الدرس الثاني، طرق انتقال فيروس كورونا المستجد. تتم عدوى شخص سليم فيروس كورونا المستجد عندما يلمس الأدوات والأسطح الملوثة وليس المعقمة، إذن هذه خاطئة. تتم حضانة الجسم لفيروس كورونا المستجد من يومين، صحيح، ولكن إلى 14 يوما وليس 24، وهذه عبارة خاطئة باش ما ننساش. بالنسبة للسؤال الثاني هذا عطيت عليه 4 نقط، معدل نقطتين لكل خانة. وبالنسبة للتمرين الثاني السؤال الأول كذلك 4 نقط، يعني كل عبارة علامة بنقطة. ثم السؤال الثاني في التمرين الثاني، أكمل الفراغ بما يناسب، عندنا غسل، الكمامة، مسافة، الحجر الصحي، أصافح. وعندنا أحمي نفسي ومن حولي من كوفيد-19 بماذا؟ واستعمال ماذا؟ وأن أدع ماذا؟ لا تقل عن متر بيني وبين الأشخاص الآخرين، وأن لا أحدا، وبي الأيدي بالماء والصابون. اذا شنو غادي ندير في كل حاجه؟ اذا نبدا على بركه الله. بالنسبه للتصحيح، احمي نفسي ومن حولي من كوفيد-19 بالتقيد بالحجر الصحي. اذا هنا غادي نكتب الحجر الصحي. واستعمال ماذا؟ الكمامه. وان ادع ماذا؟ غير من متر تبان لكم مسافه لا تقل عن متر بيني وبين أشخاص آخرين، وألا أصافح أحدا، وبغسل الأيدي بالماء والصابون. بالنسبة لهذه العبارات كل عبارة عطيت عليها 0.5، يعني كل عبارة إلى جمعناهم غادي نلقاو 2.5 على هذا التمرين. ننتقل إلى التمرين الثالث، حتى هو فيه 2 أسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، أصل بسهمين، عندنا لصحة جيدة عليا، يعني مش أنا طرحت سؤال فاغ للتلاميذ شنو هما الأمور اللي ندير، أنا حطيت ليهم الأمور وهما غادي يعرفوا كيفاش. إذا يجب علي لحمايتي لصحة جيدة علي أن أنظف أسناني بانتظام، أسهر طويلا، أتنفس هواء نقيا، أتغذى بغذاء متوازن، لا أتجنب العدوى، أشرب الماء. إذا شنو هما العبارات الصحيحة اللي خصني يعني التزم بهم باش نحصل على صحة جيدة؟ أنظف أسناني، نعم صحيح بانتظام. أسهر طويلا، لا، السهر يؤثر سلبا على الصحة، إذا هذه عبارة خاطئة. أتنفس هواء نقيا، نعم، هذه من الأمور التي تساهم للحصول على صحة جيدة. غذاء متوازن، نعم، أتغذى بغذاء متوازن. لا أتجنب العدوى، لا، يجب بالعكس، يجب علي تجنب العدوى. لا أشرب الماء، لا، بشك اكثر من شرب الماء او شرب الماء بكميه وفيره. نمر الى السؤال الثاني. بالنسبه للسؤال الثاني فيه اجب بنعم ام لا، يعني في هذه الاماكن الفارغه غادي نوضع اما نعم ام لا. اذا التشجير وسيله لحمايه الغابه، تلوث الماء لا يؤثر على البيئه، الهواء النقي مفيد لصحة الإنسان، تلوث التربة يؤثر على البيئة، يؤثر الإنسان دائما إيجابا على البيئة. إذا هنا بعد القراءة غادي يبان لكم شنو هما الأمور أو السلوكيات الإيجابية والسلبية، حنا عوضناهم بنعم أم لا. نقرأ، التشجير وسيلة لحماية الغابة، نعم. تلوث الماء لا يؤثر على البيئة، لا بالعكس يؤثر، إذا هذه عبارة خاطئة. الهواء النقي مفيد لصحة الإنسان، نعم. تلوث التربة يؤثر على البيئة، نعم. يؤثر الإنسان دائما إيجابا على البيئة، لا، فهو تارة يؤثر إيجابا وتارة يؤثر سلبا. بالنسبة للتمرين رقم 4، التمرين رقم 4 هذا بنفسه كاين في الدرس، وتمم الجدول التالي بما يلي. عندنا بعض العبارات، انقراض بعض الحيوانات، تدهور الغابة، تصحر، أمراض جلدية، نفوق الحيوانات يعني معناها موت الحيوانات، أمراض تنفسية، تدهور الغطاء النباتي، وتغيرات مناخية. مطلوب مني أنني نوضعها في الخانة المناسبة، عناصر البيئة اللي متمثلة في الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة، وهنا آثار التلوث عليها.
إذا فاش كنقراو انقراض بعض الحيوانات أين تتجلى؟ عند الحيوانات. إذا سأكتبها هنا، انقراض بعض الحيوانات. تدهور الغابة، تدهور الغابة تخص النباتات. تدهور الغابات بالجمع. تصحر الطبيعة، أمراض جلدية هذه في الخاند الإنسان. نفوق الحيوانات في الخاند الحيوانات. أمراض تنفسية، ثم تدهور الغطاء النباتي في إطار النباتات. ثم التغيرات المناخية. هذه الجدول، هذا الجدول عليه 4 نقاط، يعني بمعدل كل خانة عليها نقطة. إذا إلا خدينا 4 نقاط، عفوا بالنسبة للتمرين 3، هنا كل سهم عليه 0.5، يعني نقطة ونصف هنا، وهنا 2 نقاط. هكذا غادي نكون حطيت الباريم على 20. عندي 2 و4 6 و4 10، 2 و12 ونص، والواحد 14، والجوج 16، والربعة ديال التمرين رقم 24. بالنسبة للأساتذة اللي غادي يبغيو هاد الامتحان، وأؤكد أنه ماشي من الإنجاز ديالي، فيكفي أنك تخلي الجيميل ديالك تحت من الفيديو نصيفطو ليك، لان هذا يعني الفرد اللي حطه في القناه قبل لا ما كيتناسبش مع الدروس الجداد، يعني هذا اللي كيتناسب مع الطبعه 2020.